السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله بدي أعملكم طريقة تنظيف الكوارع وطبخها، إن شاء الله بتستفيدوا منها لأنها طبخة كتير مفيدة لجسم الإنسان وهي كولاجين طبيعي. حطيت بالطنجرة مي وحطيت لها 4-5 معالق ملح ونص كوب خل. بدي أغسل فيها الكوارع زي ما أنتم شايفين، ما بخليها تغلي بس بدي اياها تسخن عشان انظفها مظبوط من كل الشوائب اللي فيها. بعد ما دفيت مع المي بحطيت الكوارع فيها وبدي بطرف السكينة اقيم كل الموجود عليها. زي ما انتو شايفين كل الزوائد وكل الشعر والاشياءات اللي موجودة عليها كلها قمتها بحفة السكينة، سهل انك تقيميها. حطيت ملح كمية وفيرة ومع خل برضه، وبدي أنقعهم تقريبا ربع ساعة مع الدعك عشان كل الأشياء اللي ما بدنا إياها موجودة فيها والزنخة تبعتها تروح. بحطها ربع ساعة إن شاء الله بهذا الخليط وبعدين بنكمل مع بعض. زي ما انتم شايفين كل الزنخه تبعتها طلعت مع الخل والملح وفركتها مظبوط مظبوط. ضل الاخر مرحله اللي هي الطحين. دائما انا بشوف انه بتنظفوا بتحطوا الطحين بالاول، الطحين لازم يكون في اخر مرحله من مراحل التنظيف، وكل مرحله لازم ندعكها مظبوط ونخليها منقوعه فيها تقريبا ربع ساعه. بدي ادعك في الطحين مظبوط الكوارع واخليه تقريبا ربع ساعه منقوع بالطحين، وبفركه مظبوط وبكون محضره على الغاز طنجرتين، طنجره فيها مي وطنجره بدي احط فيها البهارات اللي بدي اسلق فيها الكوارع. المي السخنه بس لغسيل الكوارع ولا الغلوه الاولانيه، وبعدين بنكبها للمي بنحطه على المي اللي فيها البهارات. بعد ما نقعته بالطحين غسلته وحطيته بالمي اللي بتغليه، بدي اغليه غلوة واكب ميته واحطه على المي هاي المرقة اللي حطيت عليها بندورة وبصل وليمون وزنجبيل وكباب صيني وهيل وعود قرفة، وبدي اخليها لحد ما تغلي واسقط على الكوارع. بعد ما احط الكوارع زي ما انتم شايفين بدي اغطيها، وتقريبا بتاخذ معي من 4 ل5 ساعات. ان شاء الله وصفتي هذا اليوم تعجبكم ويعطيكم الف عافية.